هايو حبايب قلبي، اشتقت لكم كثير. اليوم وصلني صندوق كثير كبير، ما الصناديق الكبيره اللي وصلتني من قبل. يعني رح نفتحه مع بعض. هو عن جد هيدا ميستري بوكس، يعني لانه يعني انا من كثره ما اشتريت من اشتريت من كل البقايا، يعني من كل المواقع. ما بعرف شو وصلني شو ما وصلني. اصلا ما توصلني نوتيفيكيشن تبع ليفري زون تبع السوسيتي، انا يعني كمانديت من عندهم. سو المهم اليوم وصلتني هيك، يعني وجدت انه في اف ار اكسبريس هيك، يعني مثل الفيديوهات اللي عم يصوروهم. يعني شوفوا معي عن جد الكرتونه لازم اني تكون في منتجات حلوه، لانه هيك يعني حتى تيتون بدها تستكشف معكم او معنا او معنا نحن كلنا، يعني شو في بهيدا الصندوق الجميل الحلو. سو هون كاتبين 40، ما فهمت انا ليش يكتبوا هون 40، بس بظن انه في 40 صندوق او ما بعرف شو، يعني لحتى 40 ليفريزون وهيك. المهم طيب سو اليوم راح نفتح هيدا الصندوق نستكشف مع منتجاته. انا لما اشوف المنتج الاول او الثاني بحذر فزر، بعرف شو هي شو هو الموقع اللي اشتريت منه. سو يلا راح ما اطول عليكم وراح نفتح مع بعض. سو المهم حباب قلبي، انا نسيت اني لكم شكرا كثير 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 من كل قلبي على اشتراكاتكم وعلى عن جد دعمكم. انا بحبكم كثير كثير، شكرا كثير يعني من كل قلبي. كمان نسيت اني لكم انه في مسابقة جاية قريبا، عن جد رح اعمل مسابقة قريبا لما اوصل ل 20,000 متابع باليوتيوب، رح اعمل مسابقة كتير كتير حلوة. سو لما اوصل ل 270,000 ظن متابع في الانستغرام، رح اعمل كمان مسابقة كتير كتير حلوة. سو ترقبوا هيدا المسابقات لانه رح يكونوا كتير حلوين. المهم يلا هلا عم طول عليكم، بفتح هيدا الصندوق. اي صعب هون لفتحه. طيب ظن انه هيك رح نفتحه. في ذباب بكل مكان، ما بعرف من وين عم بيأتي هيدا الذباب، بس المهم يلا حبايب قلبي رح افتح هيدا الصندوق كاملا وبعدين رح فرجيكم هو مفتوح، رح يكون احلى لانه فتحه هيك كتير صعب. طيب وهون عندنا هيدا الصندوق مفتوح. من لما شفت هيدي عرفت المنتجات هدول من عند مين وصلتني. طيب هدول المنتجات اشتريتهم من عند شي، انا عن جد شوفوا عن جد حلوين كتير. هلا رح استكشف معكم هدول المنتجات اللي انا اشتريتهم من عند شي ان بعيد الكلام بظن. بس المهم لا ما بدها تفتح هيدي، بس بظن انه رح افتحها هيك من اجل السرعة. سو رح نبلش بالخضر هيك. طيب هدول انا اشتريتهم لحتى يكون تاول من اجل مسح الايدي او شغله مثل هيك لما يكون بالسفر، بس بظن انا بينفتحوا بالمي. سو لانه يا هيك يعني شارج سوفيد، بظن انا معاملينهم سوفيد هيك لحتى يكونوا بظن انهم ينفتحوا بالمي. سو المهم انا فتحتها هيك لحتى افرجيكم كبر هدول التاول. سو طيب هيدا هو كبرها. بظن ان الكواليتي ما نشوف الكواليتي. المهم هيدا هي كبرها مثل ما عم تشوفوا هون، هيدا هو كبرها. سو رح اضعها على جنب وهون رح فرجيكم اكثر. هيدي الباكي مثل ما كاتبين تاول، في هون كاتبين اصلا السعة تبعها مثل ما عم تشوفوا 24 في 30 سنتيمتر، معناها في 24 هون 30 سنتيمتر بظن. لحظة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 في 14 طول مثل هيك، ويعني وكلياتهم يعني في 24 في 30 سنتيمتر. المهم مثل ما عم تشوفوا عن جد كثير حلوين من اجل السفر وهيك شغلات. سو بحطها على جنب هون هيك. هلا رح فرجيكم المنتج الثاني. طيب هدول اشتريتهم من اجل القدم. صح من اجل الاقدام هيك، يعني بنحطهم اسفل القدم مثل ما عم تشوفوا بالصورة على جنب، بنحطهم باسفل القدم من اجل ان يكون مريحين. طيب بظن انهم يلصقوا لي، انه في عن جد بيلصقوا لي، انه في هيك يعني هيك تلصق، في لصقة هون تلصق اسفل القدم. عن جد كتير حلوين كتير كيوت مثل انهم السيليكون. طيب
هون راح بلش بهاي الكرتونة. تدا، شوفوا معي هيدا الحذاء لحتى سافر بالفيكيشن تبعي، لانه راح سافر 13 ديسمبر من اجل اني فرجيكم كل الفيديوهات تبع السفر تبعي. عاد شوفوا حلوين تيتون، شو عم تعمل تيتون عم تلعب هون؟ المهم شوفوا معي عن جد كثير حلوين. وشوفوا انا بحب كثير احذية شيء يعني، انه هون بتكون طرية سو ما بتعمل لي الم تبع قدم. المهم يعني عن جد شوفوا معي حلاوة هذه الباسكت، او ماي جاد كثير حلوة، الوانها كثير حلوة، حبيت يعني عن جد حبيت كثير كثير. شوفوا معي هدول الاثنين يعني والله كثير حلوين هيك يعني. بس دقيقة حط الكرتون على جنب، جنن كثير حلوين. التصميم تبع هون كتير حلوين، سو بحب كتير تصميم الباسكت تبع شي ان، لان هون كتير كتير مريحين. طيب على جنب هون شو عنا؟ هيدي انا اشتريتها من صابونات، هن مجموعة تبع صوابين، شوفوا هيل مجموعة صوابين لما نسافر بنغسل هيك يعني بهيدي ايدينا. عادتها فيها مشان نحطها بكل بكل يعني مكان. واو رائحتها بتجنن، رائحتها ورد كتير 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 حلوة. شوفوا معي رائحتها ورد، ما بفهم انا تيتون شو بتعمل هونيك مثل ما عم تشوفوا. شوفوا معي تيتون، تيتون هذا كتير حلوة لتيتون. طيب المهم ما غيارة لانه ما اشتريت لها ولا اي شيء يعني بالكرتونة. لا بظن انه اشتريت لها يعني، بس ما اشتريت، بس ما بظن انه موجودين هون يعني، ما بعرف نسيت. طيب راح اضعها على جنب هايدي. يلا راح فرجيكم هايدي. مثل ما قلت لكم حبايب قلبي انه اشتريت بعض المنتجات من اجل السفرة تبعي. سو شوفوا معي هايدي الحقيبة تبع السفر الحلوة، لحتى احط يعني الناس بحطوا مكياج بس انا بحط روتيني اليومي يعني عن جد. شوفوا معي في هون هيك، في هون اكستنشن تبع البروسادون هذول الشغلات. المهم الكواليتي تبعها باينه كتير كتير حلوه. شوفوا معي الايدي تبع المقابض تبعهم عن جد كتير حلوين. واو كتير حلوين. شوفوا معي هيدا الديزاين، على فكره وجدت نفسها تقريبا بامازون بس كانت كتير غاليه، سو سعرها بشي يعني كانت كتير حلوة. وهون في عنا يعني هيدا من اجل نحط وضعها بالفاليزات بتبع امازون، ما كانت موجودة هيدا السير هيدا الحزام. المهم رح اغلق هيدا الفاليز مثل هيك. شوفوا معي عن جد حلاوة هيدي الفاليز، واو كتير كتير حلوة. عن جد رح تكون من اجل السفرة تبعي، عن جد رح تكون مثالية. واو حبيت كتير، كتير سعيد لانه كتير مثالية، فينا نحملها هيك، فينا نحط كل منتجات العناية بالبشرة، فينا نحط كل البرفيوم تبعنا والحماية تبعها. واو عن جد كتير حلوة، حبيتها كتير كتير. يلا رح اضعها على جنب هونيك. هون تيتون كمان عم تلعب بالمنشفة اللي يعني فتحتها من اجلكم. يلا سرقت المنشفة وراحت. بس المهم يلا هلا رح نخلص الفيديو تبعنا، ما خلص يعني نكمل نخلص الباقي لانه باقي كتير مثل ما عم تشوفوا. سو هون اشتريت حذاء هدية يعني، واو شوفوا معي حلاوة هيدا الحذاء، او ماي جاد احلى من الصوره بكتير كتير كتير. واو شوفوا معي حلاوه هذا الحذاء، عن جد كتير خفيف وحلو كمان يعني، كتير خفيف وحلو. شوفوا معي حلاوه هذا الباسكت. الجزء الثاني وينه؟
تبع السبورت يعني عن جد كتير حلو. طيب مثل اني فرجيكم هيك. سو حبايب قلبي هلا بالمونتاج انا شفت انه الفيديو كان كتير طويل سو قسمت الفيديو لجزئين. المهم يلا هلا بترككم بشوفكم بالجزء الثاني. يلا سلام بحبكم خيرات الله.